معلش بقى الرحلة متعبة شوية، انت عارفة المشوار، انما بإذن الله قربنا خلاص نوصل. هي الرحلة مش متعبة بس اسرع شوية. معلش بس حضرتك، انا ماشي على ميل عشان النظر ضعيف وبخاف اقرص يعني عشان الطريق. نظرك ضعيف الصبح؟ نعم، نظرك ضعيف الصبح. الصبح وبالليل. نظر ضعيف الصبح وبالليل. طبعا نظر ضعيف حضرتك، معلش. طب بقى خليك اسرع شوية بس. معلش بقى حضرتك يعني، ما انا ماشي. انت عارف احنا بقالنا قد ايه في الطريق؟ انا تعبت يعني، انا تعبت وعندي تصوير بكرة، محتاجة بس الموضوع يعني يبقى اسرع شوية. ما هو حضرتك انا بقى، بس انا عندي مشكلة في العربية. طب انت بذمتك شايف انت ماشي على كام؟ على 40. هو في حد يسافر ماشي على 40؟ انا معلش، ما انا خايفة يعني اقرص على العربية عشان عندي مشكلة. تقرص على العربية؟ لا، وانا المفروض اسافر يعني راكبة ايه؟ مش فاهمة. مش هينفع حضرتك هنا، انا عندي مشكلة، المية دخلت في الفلتر. طب لو ما ينفعش كنت تقولوا لي من بدري، لكن انا افضل يعني. المية دخلت في الفلتر. انا مش مصدقة ان انا جاية الساحل، انا حاسة ان انا جاية شرم الشيخ.